مشهد تبدو فيه حالة الأجهزة الأمنية أكثر قوة وجدية في التعامل بحزم مع كل ما يهدد الأمن في محافظة مأرب، حيث تمضي المدينة بوتيرة عالية نحو تمكين الأجهزة من أداء مهامها من خلال فرض النظام والقانون. طمن الجميع بأن الحالة الأمنية في محافظة مأرب ممتازة وجيدة، والأجهزة الأمنية تبذل كل جهودها من أجل إيجاد الأمن والاستقرار في هذه المحافظة. تثبت الأيام أن النجاحات التي ما كان لها أن تتحقق لولا اهتمام السلطة المحلية في المحافظة والعمل على تهيئة الساحة من بؤر التوتر وتدريب وتأهيل هذه القوات، فضلا عن المناورات التي تقوم بها بين الحين والآخر. تم تخريج كتيبة الحزم وهي الآن تعمل في إدارة الأمن وتنفذ المهام الأمنية. قبل أيضا تم تخريج دفعة الشدادي من قوات الأمن الخاصة وهي الآن تنتشر في الحزام الأمني وتنفذ عدد من المهام الأخرى. أيضا تم تخريج دفعة من كتيبة المهام الخاصة من قوات الأمن الخاصة وهي الآن جاهزة لتنفيذ أي مهام. لهذه اليقظة الأمنية صدى كبير في أوساط المواطنين الذين قدموا إلى مأرب من المتعطشين لرؤية الدولة، والذين عبروا عن طموحهم لا سيما بعد أن أحبطت الأجهزة الأمنية عددا من العمليات قبل وقوعها كما يقولون. إذن في ظل ما تحقق وما يأمل به المواطنون هنا في محافظة مأرب، تبدو التحديات كبيرة خصوصا في الجانب الأمني في لحظة تشهد فيها المحافظة تدفقا كبيرا من السكان الوافدين. خليل الطويل، قناة بلقيس، من محافظة مأرب.